أفاد الدكتور حاغوس غودافاي المدير لمكتب الصحة في تيغراي أنه في 27 عام التي مضت شهدت تيغراي وأثيوبيا الكثير من النجاحات التي ساهمت في نهضة البلاد، وأيضا من هذه النجاحات هو تميز القطاع الصحي بتوفر العديد من المستلزمات الطبية التي قللت من نسبة موت الأطفال والأمهات، والتحكم أيضا في مرض نقص المناعة الإيدز. العيلة حدش إن حد ميت كواوز غنا تنات كالات ينزلوا أنا شو عتميت نربع عند غنا أنا كلا لوا كل تميت أربع عند غنا أنا تعبت هتلوا أنا إثنان نربع تن مواتها هوسبيتال عشرة نربع حفشة هوسبيتال أنا كل تزغنا خارف راه هوسبيتال ينزلوا أنا. نحن كنا نملك أكثر من 1100 من المراكز الصحية، ف740 منها من المخيمات، و240 من المراكز الصحية الصغيرة، و24 من المستوصفات، و14 من المستشفيات، و2 من المستشفيات العامة. فهذه المراكز الصحية كانت تقدم جميع خدماتها ل13 مليون شخص من تيغراي وخارج تيغراي، وهذا يعني أننا وصلنا لدرجة هائلة من تقديم خدمات عالمية، لأنه تم تعيين بأنه يجب على 2.5 مريض سنويا بأن يأتي لتلك المراكز الصحية، ونحن وصلنا إلى 2 من ذلك التعيين. وأضاف أيضا الدكتور حاغوس غودافاي أن القوات الغازية قامت بتدمير المراكز الصحية في تيغراي التي ساهمت في نهضة البلاد بنسبة 80%. قليو بمقصال او قليو بسعين كاب موساد او قليو كبلاشو بمغار. قاموا بحرق المراكز الصحية وإتلاف وسرقة المستلزمات الطبية، مما أدى ذلك إلى دمار المراكز الصحية بالنسبة ل80%. وذكر أيضا أن شعب تيغراي الذي ساهم في تطوير القطاع الصحي في 27 عاما الماضية لم يبخل في مشاركة الدول المجاورة من نجاح القطاع الصحي الذي وصل له، إلا أنه تم تجاهل هذه المشاركات، فقام هؤلاء المجرمين بهدم الكيان الذي بناه شعب تيغراي في لمحة بصر. تناتنا زهنتنا ينتكالاتكو سلام تواهيلو مستخفت ازناي زالام بسانا يرام خوا مستخفتكو بقوصر خندزيك بهال زيكا أمرار حون كي ترفو يوم مسي يوم قلقالو ترخيهم كينو. الكثير من القادات في دول إريتريا بأعداد هائلة أتوا فقط بعد اتفاقية السلام بين الدولتين إثيوبيا وإريتريا في عام 2019 لتلقي العلاج في مراكزنا الصحية، ولكن هم أيضا من قاموا بتدمير مراكزنا الصحية. وأضاف أيضا الدكتور حاغوس غودافاي أن القوات الغازية لم تقم فقط بتدمير المراكز الصحية، بل وأيضا فرضت الحصار على شعب تيغراي من جميع الجهات كي يواجه خطر الموت والعديد من الأزمات. هزو قلقالو أوزهولو مدحانيت أوزهولو موت زمت زولو بتعميت أو كرمي أسب ناموت النار. بسبب عدم توفير خدمات تقديم العلاج الكثير معرضون للموت، وأيضا نقص المواد الغذائية أدى إلى مجاعة، مما أثر ذلك على الحالة النفسية للكثير من الأشخاص. وأكد الدكتور حاغوس أن المجتمعات الدولية لم تعطي أي اهتمام لقضية وأزمات شعب تيغراي الذي يواجهها الآن، لذا على الكل الوقوف وبقوة لإعادة بناء نهضة تيغراي من جديد.